السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض في موضوع شيق وجميل جدا. النهارده هنتكلم عن الكلاب البوليسية ودورها في اكتشاف الجرائم والمجرمين. وفي الحقيقة حبيت اتكلم في الموضوع ده نظرا للدور العظيم اللي بتقوم به الكلاب البوليسية في القبض على العديد من المجرمين واكتشاف العديد من الجرائم. في البداية لازم كل الناس تكون عارفة ان الكلاب البوليسية هي كلاب عادية تماما وليس نوعها بوليسي، وده لان في ناس كتير عندها اعتقاد ان الكلب البوليسي هو نوعه كلب بوليسي، يعني كلمة بوليسي دي هي النوع، وده معتقد خطأ تماما. الكلاب هي كلاب عادية تماما ولها العديد من الانواع، وبالفعل يتم اختيار العديد من انواع الكلاب ليتم الحاقهم بالخدمة داخل جهاز الشرطة، زي كلاب الجيرمان شيبرد او الراعي الالماني، واللي يعتبر النوع الاشهر في الكلاب البوليسية، والمالينوا والجولدن ريتريفر والجريت دان وغيرهم من الانواع الكتير جدا. يعني طبعا الانواع دي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وده لان كل كلب بيكون مميز في شيء مهم جدا بيقوم بيه، فبالتالي الاختيار بيكون قائم على العديد من الاسس والعديد من المواصفات هم ادرى الناس بيها. بيتم اختيار الكلاب اللي هتكون كلاب بوليسية في عمر صغير جدا لا يتجاوز 3 اشهر، طبعا بيكون بناء على مواصفات معينة زي حاسة الشم والبنيان العظمي للكلب وصحته عموما، وطبعا قبل كل شيء بناء على الاب والام الخاص بالكلاب او السلالة نفسها. بيكونوا شايفين السلالة دي هتقدر تنتج كلب يكون بمواصفات قوية تنفع للخدمة داخل اجهزة الشرطة ولا لا، وبالتالي بيتم الاختيار طبقا لمواصفات خاصة جدا للعمل داخل جهاز الشرطة. وطبعا بعد اختيار الكلاب بيتم رعايتهم وتربيتهم بشكل سليم جدا، طبعا عن طريق نظام الاغذية او نظام التغذية وايضا الرعاية الطبية، وبيبدأوا بعد كده تدريب الكلب بفترة عمر 3 شهور ل6 شهور، بيبدأوا ان هم يمرنوا الكلب تمارين خفيفة علشان يشوفوا استيعاب الكلب عاملة ازاي، وطبعا كل التدريبات بتكون حسب استيعاب وقدرة كل كلب، وبيبدأوا ان هم يمرنوهم على المهام اللي هيقوموا بيها بعد كده. ومن اشهر المهام اللي بيتدرب عليها الكلاب البوليسية بتكون كالآتي: الكشف عن المخدرات، الكشف عن المتفجرات، الكشف عن الجثث وتحرير الرهائن، والكشف عن الاموال والمسروقات، وايضا مطاردة المجرمين والمطلوبين في حالة وجود مطاردة يتدخل فيها الكلب بشكل صريح. وطبعا بيتم تدريب الكلاب على المهام المحددة فقط، يعني تلاقي لكل كلب مهمة واحدة بيتمرن عليها. كلب المخدرات بيكون بيتمرن على المخدرات فقط وبيكتشف المخدرات فقط. كلب المتفجرات بيتمرن على المتفجرات فقط وبالاخص مادة التي ان تي وبيكتشف المتفجرات فقط. وكذلك كلب اكتشاف الجثث بيتمرن ازاي ان هو يكتشف وينتشل الجثث من تحت الانقاض او في حالة دفن الجثث في اماكن غير مخصصة للدفن. وفي الحقيقة ان الكلاب البوليسية اثبتت قوة وكفاءة مطلقة في الكشف عن العديد من الجرائم في حالة التلبس وبالاخص جرائم المخدرات. وطبعا من اشهر قضايا المخدرات التي تم اكتشافها عن طريق الكلاب البوليسية كان من اكتر من سنة قاضي بيهرب مواد مخدرة، وتم اكتشاف هذا الامر عن طريق الكلاب البوليسية في احد الكمائن اللي وقف ومرضاش ابدا ان هو يمشي العربية، فبالتالي تم تفتيش العربية لان عندنا حالة تلبس، وبناء على هذا الامر تم اكتشاف المواد المخدرة بالكامل. وطبعا من اهم مميزات الكلب ان هو ما بيعملش اعتبار لاي حد، يعني تخيل معايا كده قاضي فاضل معدي بعربيته، هل اي حد هيجرؤ ان هو يفتشه طالما مفيش اي علامة من علامات التلبس؟ لانه اكيد كان مخبي المخدرات طبعا، فمفيش اي مظهر من مظاهر التلبس. ولكن الوحيد اللي قدر يكتشف الامر وقتها كان الكلب البوليسي. وحقيقي دور الكلاب البوليسية مهم جدا في العمل الامني الخاص برجال الشرطة، ولو دورنا في تاريخ العمل الخاص بالكلاب البوليسية هنلاقي ان تم اكتشاف العديد من الجرائم عن طريق الكلاب البوليسية وكانوا في حالة تلبس تام. وده يخلينا بقى نرجع ونبقى عايزين نعرف تاريخ دخول الكلاب البوليسية للخدمة اصلا داخل جهاز الشرطة وداخل الأجهزة الأمنية. وبداية عمل الكلاب البوليسية داخل وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية كان في عهد الملك فؤاد، اللي في وقتها سمع بشكل كبير جدا عن إن الكلاب البوليسية بتشتغل في كل أجهزة الشرطة في العالم وبتحقق اكتشافات كتيرة جدا للجرائم، وهذا الأمر خلى إن الملك فؤاد عايز يخلي عندنا كلاب بوليسية زينا زي العالم كله. وأثناء زيارة الملك فؤاد لمدرسة البوليس عام 1931، وكان وقتها اسمها مدرسة البوليس، أصدر تعليمات للواء عزيز باشا المصري، وكان وقتها عزيز باشا هو مدير مدرسة البوليس، تم إصدار أوامر ليه بإدخال نظام تدريب الكلاب البوليسية داخل وزارة الداخلية. وبالفعل تم إسناد المهمة إلى اليوزباش السعيد الألفي لبداية التدريب الخاص بالكلاب البوليسية، واللي بدوره بدأ إن هو يطلع على الكتب ويشوف الكلاب بتتدرب إزاي وإزاي يقدر يستفيد منها. وبداية التدريب الرسمي كانت عام 1932، إن مدرسة البوليس اشترت عدد 3 كلاب من نوع الراعي الألماني أو الجيرمان شيبرد، وبدأوا ان هم يدربوهم بالاضافة الى كلب رابع كان اهداه اليوزباش السعيد الالفي، كان هو اللي شاريه واهداه لمدرسة البوليس. فبدأوا التدريب بعدد 4 كلاب وابتدوا ان هم يطبقوا النظريات الموجودة في الكتب والتجارب العملية اللي قاموا بيها على الكلاب علشان يبدأوا يشوفوا ازاي هيقدروا يستفيدوا منها في العمل الشرطي. ثم بعد ذلك وفي عام 1937 اهدى الملك فاروق عدد 11 كلب من نوع الراعي الالماني الى مدرسة البوليس
علشان يبدأوا ان هم يدربوهم ويدخلوهم الخدمة داخل جهاز الشرطة. وطبعا طالما وصلنا للكلاب التي اهداها الملك فاروق الى مدرسة البوليس، يبقى لازم نتكلم على اشهر كلب في تاريخ مصر، وهو الكلب هول اللي كان من نوع الراعي الالماني. والكلب هول ده كان من اشهر الكلاب البوليسيه في تاريخ مصر، لدرجه ان هم كانوا بيقولوا اسمه في الافلام من مدى شهرته. الكلب ده تم شراؤه وهو عنده 3 سنين، وكان من اوائل الكلاب اللي تم تدريبها داخل مدرسه البوليس، وكان من نوع الراعي الالماني الجيرمان شيبرد. وكان المسؤول عن تدريب الكلب هول الباش شاويش عبد الرازق عبد المجيد، وكان من شده ذكاء هذا الكلب انه شارك في اكتر من 117 قضيه. وفي ال 117 قضيه دول الكلب هول اكتشف اكتر من نصهم عن طريق التلبس، والباقي تم الاعتراف مباشره بعد تعرف الكلب هول على اصحاب هذه القضايا. وده يعرفنا مدى ذكاء هذا الكلب، وقد ايه شارك في خدمه العداله وفي خدمه الشرطه وفي خدمه القانون، وقد ايه يستحق الشهره التي حصل عليها في جمهوريه مصر العربيه كلها. وطبعا بعد النجاح الكبير لتأسيس سلاح الكلاب في مصر وخدمته للشرطة بعدد كبير جدا من القضايا، ابتدت تصدر قرارات عديدة لتطوير سلاح الكلاب والخدمته أكتر لجهاز الشرطة، إلى أنه في تاريخ 25 من شهر ديسمبر لعام 2006 صدر قرار وزاري بنقل الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة إلى أكاديمية الشرطة. ومن وقتها الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة كل يوم بتتطور عن اليوم اللي قبله. ولو بنتابع كلنا هنشوف في عروض تخرج كلية الشرطة، بنشوف عروض الكلاب البوليسية بتبقى عاملة إزاي ومدى الدقة الخاصة بيها في اكتشاف المجرمين والقضايا. وده عرفنا قد ايه ان السلاح ده نجح بشكل كبير جدا في مصر. وحاليا الكلاب البوليسيه في جميع انحاء العالم هو جزء لا يتجزأ من جهاز الشرطه. كل اجهزه الشرطه في العالم كله بتعتمد على الكلاب البوليسيه، وده يعرفنا قد ايه اهميه الكلاب في العالم كله. مش بس ان في شخص بيربي كلب وبيحبه وخلاص، لا، الكلاب ليها دور امني كبير جدا في حفظ الممتلكات ومتابعه المجرمين والقبض عليهم. فبجد دخول الكلاب البوليسيه للعمل الامني والشرطي في كل العالم هو من احسن القرارات اللي تم اتخاذها في كل الاعمال الامنيه. وبس كده، دي كانت كل حاجة عندنا النهاردة عن تاريخ عمل الكلاب البوليسية في مصر وعن كل استخداماتهم، واتمنى المعلومة تكون وصلت لكل الناس. وفي النهاية لو عجبتكم الحلقة اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان تتابعوا كل ما هو جديد، ونشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.